على راسك على راسك على راسك على راسك على راسك على راسك. والله يبارك بياسة ديالنا اللي هذا الاخوان. بالنسبة للبيروش الاخوان بزاف ديالنا صور لنا البيروش صور البيروش اخوان ما كاينش بقاو نصوروا البيروش والكنار تقريبا ما بين 15 20 25 الماكسيموم. واش الخوت صباح الخير عليكم نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في بلوك جديد. اليوم جينا معطلين شويه السوق صراحه بقينا سهرانين مع المنتخب ولكن هانيه المهم هو انهم ربحوا ان شاء الله نضربوا دويره السوق قريعه. شوفوا الطويرات ولي بيروكي اللي كاينين جداد ان شاء الله اخونا محمد والدراري كاملين كاين في السوق ونحاولوا نصوروا لكم اي حاجه ولات عندنا. تحياتي لكم كاملين بقوا معنا الله يدير الخير. فوالا الخوت حنا باش غنبداو لكم اليوم غنبداو لكم عند خونا محمد جينا نشوفوا لي بيروكي اللي عنده اليوم. هادو لي بيروكي اللي كتشوفهم مع الدراري كامل اللي كيصوروا لي انا ديجا صورتهم لك اليوم. هادو اللي بغى شي حاجه في الكسندر في باتاغوني في المولينا الصولاي راه كاين كلشي موجود عنده ان شاء الله. ديكوب البلاطين ديالهم كاين الفرادي. المهم اللي بغى شي حاجه راه مرحبا به عند خويا محمد راه ما كاينش شي مشكل ان شاء الله. اليوم بغينا نوريكم الجديد اللي كاين عنده اليوم في الطابله. كاين عندنا لو غري دي غابون اللهم بارك عندنا جوج ديال البياسات كيف ما كتشوفوا على راسك على راسك على راسك على راسك. والله يبارك انا تبارك الله الطوير ديالنا اللي هو هذا جديد اليوم عند خويا محمد راه جا النعاس جا النعاس محمد. هو الطوير اللهم بارك هذا راه بلا باك ديالو بلا دين ديالو. هزو هزو خويا محمد شويه بياسة ديالنا اللي هذا الاخوان تبارك الله راه بياسة بيان دريسي. هذا راه كاين واحد الصديق ديالي تا هو خدا محمد من عنده بياسة تبارك الله زوينة ناضية وكان مهلي فيه تبارك الله كيف ما كتشوفوا طويل تبارك الله مليح. اللي بغاه راه مرحبا والف مرحبا. شحال كيبقى الاخر ديالو هذا محمد الاخر ديالو الاخر ديالو الاخر ديالو الاخر ديال البيع ليك انت ليك انت تمنى لها بدرهم اخر كلمه الاخوان اخر كلمه على ريال تمنى لها بدرهم ما تحيد عليها الريال كيف ما سمعتوا الخوت الكسندر عندنا التكيره هذا هو راه مازال البياسه الثانيه جديده عندنا اللي هو هذا الشكا يوسف وسلبي تقدر تشوف تقدر تشوف راه كنت المولات لان تبارك الله بزاف بياسه زوينه بيان دريس مولفه بزاف. عندنا هاد البياسه هاد الاخوان هادي هي راه كانت مدريسيه ولكن شويه ولا شكاعيه بقات في الظلام داكشي علاش ولكن البياسه تبارك الله راه في صحه جيده. انتم كيبان لكم الريح ديالها انتم واخا كيغوت في هذيك الغوته ولكن راه كيحك ليه راسو وكل شيء. هذا راه تكيا تا هو بلاطين ديالو هذا خويا محمد كيلو هذا شحال؟ هذاك 6000 درهم هذا 6000 درهم اخوان. واللي بغى شي حاجه يصيب معاه ان شاء الله كيف ما شفتوا هذو هما الطويرات ديالنا. اللي بغى شي حاجه مرحبا به الطويرات تبارك الله شي حاجه زوينه كل شيء في صحه جيده مرحبا بكم كاملين والله يدير الخير. عشاق الاكولي اللهم بارك حنا جينا عند خونا شرف هو راه كاع ما كاين ولكن حنا جينا نصوروا الطويرات ديالو. عنده هاد البياسه ديال الاكولي تبارك الله بياسه اللي هي زوينه بيان دريسي تقريبا راه قريبا تفطم بياسه فيغ تبارك الله اللي بغاها مرحبا والف مرحبا. اللهم بارك البياسه ديالنا كيفاش دايره بياسه زوينه صراحه كرون طاي كباري تبارك الله. اللي باغي يتولع بها يمكن راه تفطماش على ما بان ليا مع ديك السيمانه كتصورت معاه وشفت طوير كان تقريبا بدا كياكل مي دابا غيكون تفطم ان شاء الله. اللي بغى شي حاجه مرحبا به بياسه صراحه والله الا عجبتني قسما بالله بياسه زوينه. هذا هو باب بغاء الدر الهندي الناس ما كتعرفش راه هو هذا مقلد الانسان وطويرات تبارك الله اللي اجتماعيه بزاف. هو دابا شوف الطويرات الاخرى عندنا بياسه ديال الكويكر هنا يا اخوان تا هما عند شرف. اللي بغاهم راه مرحبا والف مرحبا تقريبا راهم قربوا يتفطموا هادو. اللي بغاهم راه بياسه تبارك الله ملاح وفي صحه جيده راه ساد عليهم حشدو كيطيروا الاخوان ما دير لهم حتى شي حاجه. المهم اللي بغى شي حاجه الخوت نخلي لكم النميره ديال خويا شرف تواصلوا معاه فيها مرحبا بكم كاملين وتولعوا لي بالجامع. ها هو يلاه جا ها هو اليوم راه كاع ما كاين شرف حنا صورنا البياسه ديالو هادي راه عجباتني. المهم النمره ديال شرف نخليها لكم مرحبا بكم الخوت بياسه عجباتني هادي تبارك الله شوم 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 تبارك الله. هادو هما البياسات ديال شرف. المهم اخوان ما طولش عليكم بزاف راه حنا وريناهم لكم النمره ديال شرف نخليها لكم وشرف راه هو هذا. تحياتي خويا الله يسخر الامور الله يحفظك.
بالنسبه للبيروش الاخوان بزاف ديال الناس صور لنا البيروش صور البيروش اخوان ما كاينش بقاو نصوروا البيروش والكنار راكم عارفين القضيه كيفاش دايره قضيه شويه ناقصه المهم بالنسبه للاشمنه راه كيبقاو شقرا ما بين 15 20 25 الماكسيموم في النورمال هادشي في النورمال شوف البياسه تبارك الله كيفاش دايرين وكاع اللي بغيت شي يوم يتفاهم معاك مولاي ماما تبارك الله بياسات ناضي هذا هو اللي كاين الاخوان باش ما نبقاوش نعاودوا الهضره دائما اللي بغى شي حاجه راه البيروش موجود في السوق تبارك الله لا هو راه الكنار واش ما تبارك الله ديال الباج احنا اخوتي يلاه جينا عند ايوب جينا نصوروا الجديد اليوم عنده ايوب هو هذا الشرمول ديالنا عنده واحد البياسه ديال الكويكر اخوان كيف ما كتشوف فيها هي ايوب شفت الماتش هذيك لا لا هو اخوان واحد البياسه تبارك الله راه شفت الماتش ديال الكويكر اللي بغاها مرحبا به زيد طلع 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 وطلع طلع هاي زيد هز هز هاي البياسه ديالنا ديال الكويكر الخوت اللي بغاها مرحبا به بياسه تبارك الله راه شفت ماتش باينه في صحه جيده تبارك الله هادي ايوب شحال ديالها 1700 درهم 1700 وغيحيد لكم واحد 300 درهم ولا 200 درهم كيد عقوا عندنا واحد الوليدات ديال الروز هنايا الاخوان واحد البياسه عجباتني هنايا تبارك الله هاي تبارك الله بياسه والله الا عجباتني قسما بالله كون ما كنتش على قبل السفر ولا قبل بزاف ديال الحوايج والله الا كون خديتها بياسه تبارك الله زوينه هذه شحال ديالها ايوب 230 230 اخوت كيف ما سمعتوا عندنا بياسات ديال الروز هنايا هما كاين عندنا بياسات ديال الفيشر هادو هاد جوج فيشر ياك هادو الروز تاعهم الزرقين فيشر الزرقين هادو بلو الاخوان شحال البلو شحال دايرين 230 الزرقين اليوم هاد كاين هاد البياسه هادي وكاين هاد البياسه هادي وهادو راهم روز الاخوان اللي بغاهم تمر كيبقاو ب 200 درهم ديالهم هادشي هو اللي كاين عند ايوب الجديد الخوت اللي بغى شي حاجه مرحبا به النمره ديال ايوب الى هما المولين صورناهم ديك المره صافي بقاوش نعاودوا الحاجه اللي كتصور مره ما كتصورش جوج مرات المولين صورت الكبار لا هاد الكبيره لا هاد الكبيره لا كاين واحد البياسه جداد في المولين الخوت بياسه تريد في الصلاه مبارك قرابيت فاطمه ياك هادو قرابيت فاطمه كاين جوج بياسات قلت ياك جوج بياسات تبارك الله بجوج مريت في سر اخوان ما تبارك الله هادو شحال ديالهم ايوب 800 درهم قرابيت فاطمه شحال الله تقريبا عندهم المهم راه قراب ان شاء الله يتفطموا اللي بغاهم حتى هما سمع نشوف شحال قال لكم ايوب المهم النمر ديال ايوب نخلي لكم ايوب وهذا اللي بغى شي حاجه مرحبا به والجمال ديال الروز تبارك الله الله واحد الكوبلة الاخوان ديال كالوبسيش انايا لوشينو صراحة والله الا جذبات النظر ديالي وعجباتني قسما بالله بياسات تبارك الله ملاح وكيبانوا لي واجدين مصفين الريش صراحة بياسات ملاح وفي صحة شي جيدة راهم باينين ليكم في الفيديو اللي بغاهم راه مرحبا والف مرحبا خويا محمد ان شاء الله اللي بغاهم ان شاء الله دور ديال زكريا صديق ديالنا المهم نخلي لكم النميرة ديالو راه يتفاهم معاكم راه يدير معاكم شي حاجة تامل اللي هو زويون ان شاء الله بياسه شوما قدامكم داوي على راسهم مرحبا بكم كاملين الميران خليها لكم وجمالها وتبارك الله ونزيدوكم الاخوان انتم الكناري كاين هنايا عندنا بياسه كورغلي كاين هنايا بياسه فحال الموزايك بياسه هي موزايك تبارك الله كاين عندنا بياسه باناشي عند واحد الصديق ديالنا شحال الاخر ديالهم هادو 1000 ريال كيف ما سمعتوا الاخوان 50 درهم كلشي واجد ياك كلشي واجد نتوما بغيتو تسمعوا الاشمنه ديال الكنار البلدي حنا وريناكم الاشمنه باش ما يبقاش فيكم الحال وما تقولوش ليا مره اخرى صور لنا الكنار والبيروش راه شي اش مكبوش نصوروا المهم راه بياسه تبارك الله ملاح واجدين اللي بغاهم راه يتفاهم معاه ما كاين حتى شي مشكل خلي لي النمر 077 22 65 66 06 ها نتوما اللي ما بغيتش تولع بالكنار مرحبا بكم خويا راه تبارك الله في المستشفى مرحبا الخوت قرع على اخوات ايوب راه كيجمع اليوم راه قضيه راه يوسف ابا يخدم والو بالله اليوم كنقول الحمد لله واش القضيه الحمد لله والحمد لله بيري انت شي فلوس وشي شي بيري انت اللي صادق عليك والله الا انت اللي صادق عليك كتعيش الله يرحمك مشى ورزوق مرزوقه ورزوقه المهم يا اخوان هذه هي الدوره ديالنا اللي وصلوا قرعات ولا على واحد شويه ولا عناكم معنا تحيه شي صحابنا وحبابنا اللي وصلوا هذه اللقطه هذه ما ينساش واحد الجيم وكومونتير ضروري ضروري تحيه شي قال لكم كاملين تهلاو ليا فراسكم واخر كلامنا الله يدير الخير